ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحياناً شتى من مخلوقاته من الحيوان والنبات، وضرب في بعض سلوكيات الحشرات والطيور الأمثلة لتكون عبرة للإنسان ليعرف قدر نفسه وليتواضع أمام عظمة خالقه، وأشار إلى نباتات وثمار يطيب طعمها وتتعاظم فوائدها، ويكتشف العلم كل يوم المزيد من أسرارها. في خلقه شؤون، رحلة علم وإيمان تأخذنا إلى بديع صنع الله عز وجل في مخلوقاته، ومتعة اكتشاف أسرار كائناته لنزداد معرفة وإيمانا. اليوم سنبدأ حلقتنا بآيات كريمة فيها من المعاني ما يجعلنا نفكر أكثر في آيات الله ومخلوقاته. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في هذه الآية الكريمة يقسم الله تعالى قسماً غليظاً، وهذا دليل على أهميتها. فللنجوم دورة حياة قد تمتد ملايين أو مليارات السنين، فهي تولد وتكبر تدريجياً لتصل إلى مرحلة الشباب، ثم تصير إلى الشيخوخة، ثم يصيبها الموت وتنتهي متفجرة في هذا الكون. النجوم أجرام ملتهبة، وهي أنواع، فمنها النجوم العملاقة والأقزام والنجوم المتوسطة، ومنها ما هو في طور التكوين، وما هو في مقتبل العمر، وما هو في مرحلة الشباب، ومنها ما اقترب من نهاية العمر. وقد توصل العلماء حديثاً بالاستعانة بالتلسكوبات الضخمة مثل تلسكوب جبل ويلسون وتلسكوب مونت بالومار في الولايات المتحدة، والتلسكوبات اللاسلكية الراديوية والسينية والجامية، أي التي تستخدم موجات الراديو وموجات الأشعة السينية وموجات أشعة جاما، توصلوا إلى اكتشاف النجوم النابضة والسينية والنيوترونية والثقوب السوداء وأشباه النجوم. واكتشف الإنسان بذلك أن النجوم تتجمع في حشد كبير يسمى المجرة، والمجرة الواحدة تحتوي في المتوسط على أكثر من 100 مليار نجم، إضافة إلى كميات هائلة من التراب والغاز الكوني. وأمكن بواسطة المراصد الحديثة التأكد من وجود أكثر من 2 مليار مجرة في هذا الكون العظيم، والمسافة بين النجوم داخل المجرة هائلة، كما أن المجرات تفصلها مسافات هائلة. ومن أمثلة المجرات مجرة درب التبانة أو مجرة اللبن أو طريق اللبانة، التي تحتوي على نحو 150 مليار نجم. ونحن نعيش على كوكب الأرض التابع لنجم الشمس، وهو نجم متوسط حجمه يعادل 1,000,000 مرة حجم الأرض. وهذه الشمس هي أحد نجوم مجرة درب اللبانة، وتدور الشمس حول مركز المجرة دورة كاملة كل 250 مليون سنة. ومجرتنا تنتمي إلى مجموعة من المجرات تدعى المجموعة المحلية، وتتكون من 18 مجرة، أكبرها مجرة المرأة المسلسلة البالغ قطرها 130,000 سنة ضوئية، وتحتوي على 300 مليار نجم، وتبتعد عنا نحو 2,000,000 سنة ضوئية. الشمس نجم متوسط بين بلايين البلايين من النجوم الموجودة في بلايين المجرات في هذا الكون، وتتجمع النجوم في مجموعات تسمى البروج. تصور القدماء أشكالاً معينة لتجمعات آلاف النجوم التي رأوها، وأعطوا لهذه الأشكال التي تمثل البروج أسماءً، وقسموها إلى 12 برجاً بعدد شهور السنة. وهذه البروج هي الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت.
والشكل المحفوظ لتجمعات النجوم يستخدم لتوجيه الناس في البر والبحر. فالنجم القطبي مثلاً يحدد اتجاه الشمال، لأنه يوجد تقريباً في السماء على امتداد محور دوران الأرض جهة الشمال. وقد استعان العرب بنجم الشعرى في أسفارهم إلى الشام، وهو ظاهرياً ألمع نجوم السماء بريقاً. وقد ورد ذكر نجم الشعرى في القرآن الكريم لأن بعض العرب كانوا يعبدونه، ولهذا يوضح سبحانه وتعالى أنه هو رب النجوم وخالقها في قوله وأنه هو رب الشعرى. الشمس والنجوم هي أجرام سماوية كروية أو شبه كروية متوهجة ذاتياً، درجة حرارتها عالية جداً، وتشع بالضوء المرئي وغير المرئي بجميع أنواعه. ولهذا كان الضوء رسول النجوم إلينا، نتعرف منه بالوسائل الفيزيائية الحديثة إلى بريق النجوم وقوة إضاءتها ودرجة حرارتها ونوعها وموقعها وتحركاتها. تنقسم النجوم إلى أنواع عدة. نجوم صغيرة في مرحلة الوفاة تدعى الأقزام الصغيرة. نجوم عملاقة في مرحلة الشيخوخة تدعى العمالقة الحمراء. نجوم نابضة ونجوم راديوية وسينية ونجوم نيوترونية. نجوم متفجرة تدعى النوفا والسوبرنوفا. نجوم بالغة الإشعاع والضخامة تدعى الكوازرات أو أشباه النجوم. نجوم تبتلع كل ما يصادفها تدعى الثقوب السوداء. نحن نرى النجوم صغيرة لبعدها عنا، فبعد الشمس عنا 500 ثانية ضوئية، أي ما يعادل 150 مليون كيلومتر. وأقرب النجوم بعد الشمس يدعى ألفا قنطورس، يبعد عنا 4 ملايين سنة ضوئية فاصل 3. وهناك من النجوم ما يبعد عنا بلايين السنين الضوئية. تولد النجوم داخل سحب جبارة من الغاز والغبار الذي ينتشر في أنحاء كثيرة من مجرتنا، بل في جميع المجرات الأخرى. تعرف تلك السحب التي تنتشر بين النجوم بالسحب البين نجمية، ويعتبر بعضها رحماً صالحة تولد فيها نجوم، وتعتبر أخرى رحماً غير ولود، إذ ليست كل السحب قادرة على تكوين النجوم. وقد عرف العلماء تلك الشروط الواجب توافرها في السحب الولود، فتنتشر تلك السحب على أذرع مجرتنا، حيث تتوافر الظروف المساعدة من تلك السحب لتتكون داخلها نجوم جديدة. وقد رصد الفلكيون كثيراً من تلك السحب المنتشرة هنا وهناك في مجرتنا درب التبانة وفي غيرها من المجرات المحيطة بنا. ومن يطلع على صور تلك السحب يرى مناظر تتسم بالروعة والجمال، منها سحب لامعة وأخرى داكنة، كما أنه يجد تنوعاً في الألوان والأشكال. وقد تتفاعل أشعة النجوم مع مادة السحب فتصنع ألواناً خلابة، مؤكدة قدرة الخالق العظيم على تزيين السماء بالعديد من تلك السحب، كما زينها بالنجوم والكواكب وغيرها من الأجرام التي تذخر بها السماء فوقنا. تتكون السحب بشكل أساسي من الهيدروجين وقليل من الهيليوم، ثم كميات نادرة من الأكسجين والنيتروجين والكبريت وغيرها من تلك العناصر التي نعرفها في عالمنا وحياتنا. وتتفاعل تلك العناصر بعضها مع بعض داخل السحب لتكون خليطاً من الذرات والجزيئات النادرة التي قد يكون بعضها غريباً عن حياتنا. وفي حقيقة الأمر فإن السحب البين نجمية توفر لنا معملاً كيميائياً يختلف كلياً عما نألفه في معاملنا الكيميائية الأرضية.
لقد أدرك العلماء أن الكيمياء التي نعرفها في معاملنا الأرضية تختلف كثيراً عن تلك الكيمياء التي تتحكم في السحب المنتشرة بين النجوم. فإذا تصورنا أن السحب هي معامل كونية تنتشر في جنبات الكون، لأدركنا أن الكيمياء التي نعرفها على كوكبنا هي حالة فريدة مما هو منتشر في الكون من حولنا. قد يكون حجم السحابة الواحدة أكبر من مجموعتنا الشمسية، أكبر بآلاف أو حتى بملايين المرات، وقد تحتوي السحابة بين طياتها على الآلاف من النجوم أو حتى الآلاف من حشود النجوم، ما يؤكد أن السحب غالباً ما تكون كبيرة في حجمها. وقد تكون كتلة السحابة الواحدة تزيد عن 100,000 من كتلة الشمس. ولو تصورنا مدى صغر كثافة المادة داخل تلك السحب لتخيلنا كم يكون حجمها. تتكون النجوم داخل تلك السحب الكثيفة التي تكون في منأى عن النجوم، فتستطيع أن تحتفظ بدرجات حرارة منخفضة، ما يساعد في انكماش مادة السحابة نحو مركز في داخلها. وقد تنقسم السحابة الأم إلى سحب صغيرة ليتكون داخل كل منها نجم جديد، ومن هنا تصبح السحابة الأم رحماً لعشرات النجوم الجديدة. وقد لاحظ الفلكيون أن النجوم الجديدة تتكون بالعشرات في بطن واحدة، فأرحام السحب غنية بإنتاجها من النجوم. ومع انكماش مادة السحابة نحو مركزها تزداد الكثافة حتى تقترب مما نعرفه بالكثافة الشمسية. وفي تلك المرحلة المتأخرة تستطيع الكتلة المركزية أن تحبس الحرارة داخلها، ما يساعد في ارتفاع الحرارة بشكل كبير لتبدأ التفاعلات النووية. وهنا نقول إن قلب النجم الجديد بدأ ينبض بالحياة، ويكون الجنين قد أصبح نجماً جديداً، طفلاً يزهو بضيائه ونشاطه ليعلن بدء الحياة لكائن جديد. قال له رب العزة: كن فكان. وعموماً فإن النجوم الوليدة تتميز بلمعان شديد يميل إلى الزرقاء، كما أن النجم يكون متغيراً في تلك المرحلة. وتختلف أنواع النجوم الشابة باختلاف درجة حرارتها السطحية التي تتراوح بين 3,000 درجة في النجوم الصغيرة الحمراء و 25,000 درجة في النجوم الكبيرة الزرقاء، وبينهما توجد تصاعدياً أنواع النجوم ذوات اللون الأصفر البرتقالي والأصفر مثل شمسنا، والأبيض المصفر، والأبيض والأبيض المزرق. وبهذا يتضح أن شمسنا نجم شاب متوسط الكتلة، ودرجة حرارتها السطحية 6,000 درجة مئوية. وتدوم حياة النجوم الشابة بلايين السنين حتى ينتهي الهيدروجين بتحوله إلى هيليوم، وتقف بذلك التفاعلات النووية الاندماجية، فتتغلب قوة الجاذبية ويتقلص القلب فجأة، لترتفع درجة الحرارة إلى مئات الملايين، ويتحول الهيليوم بتفاعل نووي جديد إلى عناصر أخرى كالكربون والأكسجين والنيون والمغنيسيوم، حتى يصل التحول إلى عنصر الحديد بالاندماج النووي في قلب النجم. بينما يكون الغلاف الخارجي للنجم قد تمدد ليصبح النجم عملاقاً أحمر، وهذا ما سيحدث للشمس عند شيخوختها، إذ يصل غلافها السطحي وهو عملاق أحمر إلى مستوى السحاب فوق رؤوسنا. وتستمر مرحلة الشيخوخة التي يقضيها النجم كعملاق نحو 100 مليون سنة، يتوقف بعدها إنتاج الطاقة في باطن النجم. وعندئذ يحدث أحد الاحتمالات التالية. الاحتمال الأول: ينكمش النجم وترتفع كثافته كما في النجوم النابضة المتغيرة،
ويستمر الانكماش نحو 1,000,000 سنة، ثم ينفجر النجم بعدها ويصبح نوفا ويقذف بطبقته الخارجية في الفضاء، ويبقى القلب الذي يصبح قزماً أبيض. وقد يكون الانفجار هائلاً ويتحول النجم كله إلى سديم كما في حالة السوبرنوفا. الاحتمال الثاني: قد يتحول النجم إلى قزم أبيض، وتمتاز هذه الأقزام بأن مادتها مركزة جداً لدرجة أن كثافتها تصل إلى 500,000 مرة من قدر كثافة الماء. ويتوقع العلماء أن تتحول الشمس في شيخوختها إلى عملاق أحمر ثم إلى قزم أبيض قبل وفاتها. الاحتمال الثالث: إذا كانت كتلة النجم نحو 3.2 أضعاف من قدر كتلة الشمس، فإن النجم يتقلص إلى نجم نيوتروني. الاحتمال الرابع: إذا كان التقلص شديداً وكتلة النجم نحو 3.2 من قدر كتلة الشمس، فإن النجم يصبح عند وفاته بهذا الانكماش الهائل ثقباً أسود، حيث يصبح حجم النجم أصغر من حجمه الأصلي 1,000,000,000 مرة نتيجة الضغط الهائل والجاذبية الرهيبة. ويمثل الثقب الأسود المقبرة المرعبة في السماء، لأنه يلتهم كل ما حوله حتى الضوء نفسه. وتمثل مرحلة الأقزام، سواء أكانت أقزاماً بيضاء أو زرقاء أو نجماً نيوترونياً أو ثقباً أسود، مرحلة وفاة النجوم. إن القزم هو مرحلة شيخوخة النجوم، وهو النهاية التي ينتهي عندها النجم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. ومعنى كورت أي جمع بعضها على بعض، أما معنى انكدرت فهو انحسار ضوئها، ما يعطي معنى الوفاة. وقوله تعالى: والنجم إذا هوى، وهو النجم إذا تقلص على نفسه تقلصا شديدا أدى إلى سقوط مكوناته بالجاذبية، ليستحيل قزما أبيض أو نجما نيوترونيا أو ثقبا أسود. الشمس نجم من بلايين البلايين من النجوم التي يزخر بها هذا الكون. وقرب الشمس من الأرض هو الذي مكن العلماء من دراسة صفات وخواص سطحها المرئي أو غلافها الضوئي الفوتوسفير. فالشمس تبتعد عن الأرض نحو 150,000,000 كيلومتر، ويصل ضوءها إلى الأرض في 8.3 دقيقة. والشمس مثلها كمثل باقي النجوم، أشبه بقنبلة هيدروجينية هائلة، ففي كل ثانية يتحول 5,000,000 طن من غاز الهيدروجين إلى هيليوم بتفاعل نووي اندماجي. ويحدث نتيجة هذا التحول نقص في الكتلة يتحول إلى طاقة هائلة طبقاً لقانون أينشتاين. وهذه الطاقة الهائلة ستعمل على استمرار التفاعل النووي الاندماجي مدة 5,000,000,000 سنة أخرى. ويبلغ طول نصف قطر الكرة الشمسية 695,000 كيلومتر، وتبلغ كتلتها 333.422 من قدر كتلة الأرض، ومتوسط كثافتها نحو 1.5 ضعف من قدر كثافة الماء. وتدور الشمس حول نفسها، والدورة الكاملة للشمس تستغرق 27 يوماً في المتوسط، والضغط في مركز الشمس يبلغ 1,000,000,000 مضاعفة من الموجود على الأرض، ودرجة حرارة سطح الشمس الخارجي 6,000 درجة مئوية، وفي مركز الشمس تصل درجة الحرارة إلى 20,000,000 درجة مئوية، وهي القدر المطلوب لحدوث التفاعلات الاندماجية النووية. تتحرك الشمس في الفضاء وتجر معها بالجاذبية كواكبها التي تدور حولها. وقد تمكن العلماء باستخدام ظاهرة دوبلر من تحديد سرعة النظام الشمسي الذي يدور حول مركز مجرة درب التبانة بسرعة 250 كيلومتراً في الثانية. وهذا يعني أن النظام الشمسي يحتاج إلى 230,000,000 سنة أرضية
ليتم دورة واحدة حول مركز المجرة. إن النجوم هي مصانع وزعها الله عز وجل في جنبات الكون لكي تنتج جميع ما نراه من عناصر، وقد بدأ الكون بالهيدروجين، ومن خلال التفاعلات النووية داخل النجوم تكونت جميع العناصر الأخرى. وعندما يفجر النجم طبقاته الخارجية يبث في محيطه كثيراً مما أنتجه من عناصر. وهكذا فإن الذهب في مصانعنا والأكسجين في غلافنا الجوي وغيرها من العناصر كالحديد أنتجتها نجوم ولفظتها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. إن عظمة النجوم وأسرار تكونها وأسرار حركتها تأخذنا للتفكر في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإن عظمة هذه المخلوقات المتوهجة تدل على عظمة خالقها، وإن ضخامة حجمها وحجم الكون الذي تشكله تشعر الإنسان بضآلته أمام الخالق جل وعلا، فسبحانه بعظيم ما أودعه في الأجرام السماوية من أسرار وشؤون.